القطاع الزراعي انموذج ورشة نقاشية برعاية منتدى عراقيون بالتعاون مع وزارة الزراعة تناولت تعظيم الواردات غير النفطية في خطوة لتسليط الضوء على إحدى أهم تلك الواردات وهي الزراعة، بعد أن مر العراق في أزمات اقتصادية نتيجة اعتماده على اقتصاد ريعي يعتمد على النفط فقط وغياب دور الزراعة والصناعة في دفع عجلة البلاد اقتصاديا. هناك مشاكل كثيرة ومن ضمنها عدم سيطرة على المنافذ الحدودية، وبالنتيجة انعكست بشكل سلبي وبشكل كبير جدا على المنتج المحلي وضرب المنتج المحلي. أيضا مزاد العملة يلعب دور كبير بهذا الموضوع باعتبار غسيل الأموال تستهدف بالمنتجات الزراعية باعتبارها منتجات سريعة التصريف، وبالنتيجة يكون استهداف من خلال هذا القطاع. طبعا الحلول يجب أن يكون هنالك سيطرة على أو بعد إقليم كردستان باعتبار أنه استنفذنا كل حلولنا مع الأخوة الكرد، وخصوصا بعد اللقاء مع السيدة وزيرة الزراعة في بغداد وزيارتها قبل 3 أيام، وكان هنالك اتفاق على أن يكون تنفيذ للرزنامة الزراعية، لكن للأسف الشديد لم يطبق هذا الموضوع. قدمنا مشروع سابقا وندعو إلى تفعيله، مشروع أسميناه بالأمن الغذائي وامتصاص البطالة. من الممكن أن تسهم المشاريع الزراعية الكبرى التي تكون لها رعاية مباشرة وإشراف مباشر وتكون فيها الحكومة أو الدولة شريك مباشر، والشريك الآخر يكون القطاع الخاص أو المستثمر، من شأنها أن تنهض بالقطاع الزراعي وأن توجد فرص العمل. الإبقاء على الاعتماد على النفط هي كارثة كبيرة، يعني تنذر بأيام قليلة قادمة، يعني مو بعد سنوات، لا، احتمال السنة القادمة ستكون هناك مشكلة أكبر من مشكلة عدم دفع الرواتب التي عانينا منها في نهاية عام 2020. هجرة الفلاحين من الريف إلى المدن وممارسة أعمال بعيدة عن الزراعة كان لها أثر في تراجع القطاع الزراعي نتيجة غياب دعم الفلاح العراقي من أسمدة ومعدات إلى جانب شحة مياه الأنهر وارتفاع نسبة ملوحة الأراضي الزراعية. حماية المنتج، سيطرة على المنافذ الحدودية، دعم المنتج المحلي، اكتفاء ذاتي حصل بالسلة الغذائية، واكتفاء ذاتي حصل بالحبوب. الأمن الغذائي تحقق لأول مرة في العراق في موضوع إنتاج الحنطة والشلب والشعير. السلة الغذائية توفرت، صناعة الدواجن اكتفت، فدعم المنتج المحلي والسيطرة على المنافذ الحدودية كفيلة بحماية الإنتاج الزراعي. تأسيس هيئة مستقلة في رئاسة مجلس الوزراء تهتم بالجانب الزراعي إلى جانب استحداث مديرية خاصة في وزارة الزراعة تعمل على التسويق الزراعي، وهي إحدى الحلول التي خرج بها المنتدى في ورشته مع مخاطبة الجهات الحكومية بالسيطرة على الحدود وحماية المنتج المحلي. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.